محمد عتوم الفاوندر والسي او لشركه توتا سوليوشنز ومؤسس مبادره تويوتا للمشاريع الناشئه. اسست شركه توتا سوليوشنز قبل سنتين كشركه برمجه وتصميم مواقع الكترونيه، وبخلال فتره قصيره قدرنا نعمل مواقع الكترونيه ونقدم خدمات لعدد كبير من الشركات والمؤسسات داخل الاردن وخارجها. وببدايه سنه 2017 اطلقت مبادره اسمها مبادره تويوتا للمشاريع الناشئه. من خلالها كان الهدف انه نساعد ونطور مواقع الكترونيه ل 25 مشروع شركة ناشئة أردنية بالمجان. السبب وراء المبادرة هو صراحة أنه كثير كنت ألتقي مع ناس ومشاريع جداً متميزة وتقدم خدمات جداً رائعة، بس ما عندها موقع إلكتروني من خلاله تقدر توصل مع الفئة المستهدفة أو تعرض فيه أفكارها أو منتجاتها على الإنترنت. وبرضه التقيت مع ناس ما عندهم الوعي الكافي بأهمية المواقع الإلكترونية لأي شركة أو مؤسسة متميزة وناجحة. وبما أن المواقع الإلكترونية بتكون عبء مادي لأي شركة أو مشروع ناشئ في بداياتها، فحلينا هاي المشكلة بالمبادرة بأنه نقدم لهم موقع إلكتروني كامل وبوابة إلكترونية بيقدروا من خلاله يتواصلوا فيه مع جميع أنحاء العالم.